كانت لابسه خاتم قطعه واصبعها وانتزعوا خاتم. الفين تحشدوا على التي تقريبا شو تعرفون اكو تحشيد عليكم؟ هم حتى مروا من مقراتنا. لا جاوبني على المحدد، كنت تعرفون اكو تحشيد؟ هو لازم التحشيد يصير بالمنطقه، هو المنطقه محدده. لا شفناه طبعا يوم 29 30 شفناهم قاعد يجون يقولون رايحين احنا الى ناوزنك. لا يا اخي بس جاوبني، كنتوا تستشعرون الخطر لو ما لا لحد الان ماكو خطر؟ لا يعني كانت مباغته صباح يوم 1/5. نعم بها عنصر مباغته كبير جدا. مو هو لو اشرح لك اعطيك المعلومات مره وهاي المفرزه لا مرة. هاي تفاصيل عسكريه، مو تفاصيل. اريد الصفحه، انت تدخل لي بالصفحه الان. مو تفاصيل لها علاقه بهذا اللي تقوله انت. لا خلينا من الجانب العسكري واللوجستي، يعني هذا جانب جزء يشرحه ضابط، لكن انت كنت شاهد على الذي جرى يوم 1/5. نعم هم تحشدوا وتمركزوا بعدين على القمم الحاكمه، اخذوا القمم الحاكمه من هاي المنطقه مال اشقالكا، اخذوا قمه ساوين، قمه حاكمه جدا وتحتها اشقالكا مواقعنا، وحسوا الرفاق راحت مفارز بسيطه جدا، يعني اعداد قليله، مفارز صغيره 5 أو 10 او راحوا اخذوا مواقع. شو وقت ساعه الصفر بدات؟ بدت صباح 1/5. الساعة ايش؟ تقريبا بالأربعة فجر. اي اكو مجموعة من عندنا كانت تريد تروح تاخذ منطقة في دول الشهيدان، فكان كمين اكو هناك الاتحاد الوطني، اطلقوا النار واستشهد عندنا رفيق ابو يحيى، اسمه شهيد، هو الشهيد شهيد ابو يحيى، خريج معهد فنون جميلة سينمائي، استشهد بالضربة الأولى هذه، وحتى مثلوا بجثته، وبعدين نقلناها وهما انسحبوا وتركوا هذا المكان، وبدأ الهجوم من المحاور الأخرى. المحور الرئيسي ساوين أشقالكا، ومحور ثاني من منطقة. وين كنت أنت؟ كان عندك بندقية سلاح؟ نعم أنا كنت، يعني كانت عندي مشاكل كثيرة ويا القيادة، وكانوا ينقلوني من مكان إلى مكان، يعني أشبه بعزل أو تحديد تحجيم أو شيء. فأنا أخذت سلاحي ورحت إلى قمة اسمها القمة المخروطية يسمونها، قمة مهمة جدا، وأكو شارع عليها، شارع قلعة دزة، راوندوز، أربيل، فرحت هناك أنا ورفيق، يعني هيك أيضا قضية جدا عشوائية وشكلية وخطرة. هم لو كانوا واصلين وإحنا قاعد نسلل بالليل نصعد للقمة يضربونا. لا أنا أفترض هيش تجمع، يعني هيش تنظيم عسكري، المفروض عنده قيادة ميدانية، غرفة عمليات، هيئة ركن، غير أنتوا عسكر لو شنو؟ أي طبعا هو كان موجود، أكو مكتب عسكري، وأكو من المكتب العسكري المسؤول؟ فصيل بشتاشان كان مسؤولة، يوسف سليمان بوكا أبو عامل الرفيق، عضو مكتب سياسي، مسؤول المكتب العسكري، والمكتب العسكري كان موجود مقراته ضمن بشتاشان. بشتاشان مقر للقيادة، المكتب السياسي، المكتب العسكري، التنظيم، تنظيم الداخل، الإعلام، مستشفى المركزي. هم جمعوا 2000 مقابل، شقد أنتوا؟ إحنا حوالي 300، من ضمنهم عدد كبير ربما يصل إلى النص مو مقاتلين، كوادر وأطباء وصحفيين والمكتب الصحفي. أنتوا إذن بدأت عملية الدفاع عن النفس؟ نعم طبعا هجوم كاسح وواسع، فبدأ الهجوم وبدأت تسقط المواقع بسهولة، يعني الرفاق دافعوا استشهدوا بالمكان، الباقيين ينسحبون وهم يتقدمون على المواقع، ولكنها تسقط تتهاوى موقع بعد موقع من محورين كبار جدا. بعدين اقتحموا المقر هم؟ بعدين بالليل نعم الرفاق انسحبوا انسحاب عشوائي نحو الجبال، نحو جبل قنديل، هو متاهة، وبشهر 5 بثلج، هو بمناطق ثلجية طول السنة، وإحنا ما نعرفه وماكو أدلة ورايحين إلى المجهول. هو هذا أيضا من النواقص، يعني الموقع، موقع بشتاشان ما يمكن الدفاع عنه، يعني مو موقع صغير يعني اختيارك قصدك لوجستيا يعني عملياتيا خطأ. نعم
وما بقمم حاكمة أنت تخلي بها مجموعة وتخلي بها دوشكا وتدافع عنها، وما بخط انسحاب أو ما نعرفه، وخط الانسحاب الوحيد نحو إيران أو نحو السلطة. للأمانة والتاريخ كانوا القيادة يعني القيادة الموجودة دافعة وقاتلوا؟ لا هم مو مقاتلين، ما قاتلوا طبعا، ما قاتلوا، هم مو مقاتلين ولا مدربين على السلاح، حتى انتم مقاتلين، هذه نواقض. لا لا احنا شباب ونقدر نتعلم، وصارت اكو خبرات، وصار ولو هو الوقت قصير جدا يعني من التشكيل الى بدايه 81، يعني الوقت قصير هذا المر، بس ممكن يعني ممكن. واجوا رفاق من دول عديده وكانوا متدربين. بهاي اللحظة جاتنا مجموعة كبيرة جدا من بيروت، كانوا وي منظمات فصائل فلسطينية، بالاجتياح اجوا. شقد نطيتوا ضحايا؟ الضحايا بالمكان حوالي 70 رفيق، اكثر من 70 بالمكان يعني. قتلوا؟ نعم، وتأسروا اكثر من 60 رفيق. وبعدين بالانسحاب؟ بالانسحاب او بالمعارك اللي قبلها والكمائن والمشاكل وبشتاشان الثانية، يعني ما يتعلق حوالي 100 شهيد، وهو هذا عشر الشهداء كلهم، يعني هذا ما حصل في حادثة واحدة مكان واحد، هو عشر الشهداء الذي بين 800 إلى 1000 رفيق. وهي المشكلة أيضا، المشكلة العجيبة والغريبة، ماكو إحصائيات، يعني ماكو إحصائيات حتى لعدد الشهداء، ولا أكو تسجيل دقيق لهم، ماكو. يعني هي ما عندنا تقاليد، احنا ما عندنا دقه، اكو منسيين ما معروفين او نهائيا ما معروفين، اكو يعرفون اسمه الاول فقط او اسمه الحركي، يعني مو اسمه الصريح ومنين ولا سيرته ولا وراحوا. زين تاثروا القياديين؟ هذه هم قصه ماساويه صعبه جدا. مفرزه كبيره تتكون من 70 رفيق، طلعوا يعني طلعوا نحو قنديل وما يعرفون أن يروحون، فهم يمشون بالطريق، يعني كل واحد يقترح طريق عشوائي يعني تقديره هو. بعدين لقوا بيوت شعر مع الرعاة أو بيوت صغيرة يعني متناثرة قليلة جدا، لقوها هناك مع الناس الرعاة الأكراد الجبليين الأكراد أبناء المنطقة، طلبوا منهم المساعدة أدلاء أو شيء، فهذول مشوا وياهم. رفاقنا منهكين تعبانين مقاتلين يومين ما ماكلين ولا شاربين ولا مرتاحين، فهذول هربوا وكانت ظلمة، هربوا راحوا للاتحاد الوطني وبلغوهم أنه مفرزة كبيرة قاعد تدور بهاي المناطق وما تعرف المكان، فطلعت هذول يتحركون، هم شباب جبلين أيضا يعرفون المنطقة من أبناء المنطقة، استلفوا ونصبوا كمائن محكمة وكثيرة وضربوا المفرزة، فبدأوا يستشهد رفاق كثيرين بهذه، وصل العدد حوالي 19 واحد، والمجموعة الأخرى أيضا لاحقوهم واستشهدت رفيقة بالمكان أحلام، وبشعوا جثتها، وحتى كانت لابسة خاتم قطعوا إصبعها و انتزعوا خاتم الزواج. والمفرزة يعني كملت وأسروا العدد الأكبر، ومجموعة صغيرة جدا جدا قدرت توصل إلى إيران عبر